الانتخابات الإسرائيلية والحلف الإسرائيلي التركي. مع الظروف الحالية فكرنا وبحثنا ولكن وجدنا من الحكمة أن نتريس وننتظر كيف سيكون سلوك الحكومة الجديدة. ولو إن الحديث الذي قاله رئيس الوزراء المنتخب بالأمس كان لا يدعو إلى التفاؤل، لكن وجدنا من الحكمة أن ننتظر إلى أن نرى فعلا السياسة الحقيقية لهذه الحكومة اللي على ضوءها هيكون التصرف بتاعنا. دائرة التشاور بين القادة العرب، سنستقصي أكثر، ومبدئيا الآن نحن ليس لدينا إحساس أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي، ولذلك قلت منذ البداية علينا أن نكون يقظين، وقلت نستنفر أنفسنا لكي لا نغفل ولا نستغفل. ولذلك لا أستطيع أن أقول أنه، وبالتأكيد في معطيات الآن يعني موضوع استئناف المباحثات غير مطروق، مبادرة كما تعرفون.